السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بالأولى من نوعها، جامعة حلوان تعلن عن بدء الدراسة بكلية علوم التغذية. حققت جامعة حلوان إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق كلية علوم التغذية لتكون أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية، مؤكدة بذلك ريادة جامعة حلوان في استحداث تخصصات تواكب متطلبات العصر. ومن المقرر أن تفتح الكلية أبوابها للطلاب ودخولها تنسيق العام الدراسي 2024-2025. وصرح الدكتور السيد قنديلة رئيس جامعة حلوان أنه يأتي إنشاء كلية علوم التغذية كجزء من روتينا الشاملة جزء من رؤيتنا الشاملة لتطوير الجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. لقد حرصنا على تجهيز الكلية وفقا لأعلى معايير الجودة لتقدم تخصصات فريدة تلبي احتياجات السوق وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب المصري. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير جامعة حلوان، حيث تسعى الجامعة دائما إلى تحديث برامجها الأكاديمية وتوسيع نطاق تخصصاتها لمواكبة التطورات العالمية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الجامعة بتوفير تعليم على الجودة يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي. ومن جانبه كشف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي مؤسس كلية علوم التغذية ومقرر المجلس التنفيذي لتشغيل الكلية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابقة عن التفاصيل الهيكلية والرؤية الاستراتيجية للكلية الجديدة. وأوضح الدكتور القاضي أن الكلية تضم 4 شعب رئيسية، هي شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية، شعبة تغذية المجتمع، شعبة علوم الأغذية. وأكد أن إنشاء الكلية قد تم بموجب قرار الجمهور رقم 149 لسنة 2020 والذي تضمن أيضا اعتماد لائحتها الداخلية. وعن رسالة الكلية أشار إلى أنها تتمحور حول تقديم خدمات تعليمية وبحثية تطبيقية متميزة تواكب معايير الجودة المحلية والإقليمية والدولية في مجالات تغذية المجتمع والتغذية العلاجية وعلوم الأغذية، مضيفا بقوله نهدف إلى إعداد خريج متميز لديه وعي كامل بمشكلات المجتمع الغذائية قادر على المشاركة في حلها ومواكبة متطلبات سوق العمل والتطور العلمي في مجال التخصص مع الالتزام بأخلاقيات المهنة. هذه الرؤية الشاملة تعكس التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين النظرية والتطبيق، مما يؤهل خريجيها للتميز في مجالات التغذية المختلفة ويساهم في تلبية احتياجات المجتمع الصحية والغذائية. وتفتح كلية التغذية آفاقا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، حيث تتنوع مجالات العمل المهني وفقا للتخصصات المختلفة. خريجو تخصص التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتمتع هؤلاء الخريجون بفرص عمل واسعة تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية، المؤسسات التي تقدم التغذية للجامعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية، الحضانات والمدارس والمصانع والأندية، الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية. 2 خريج تخصص علوم الأغذية تتوفر لهم فرص متنوعة في الجهات البحثية المتخصصة، المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية، إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية، تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية، المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة. 3 خريج تخصص تغذية المجتمع، يلعب هؤلاء الخريجون دورا حيويا في المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة، إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات، تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاصة. هذا التنوع في مجالات العمل يعكس الأهمية الاستراتيجية لتخصصات كلية علوم التغذية ودورها الحيوي في تلبية احتياجات المجتمع الصحية والغذائية، مما يفتح آفاقا واعدة أمام الخريجين للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع الصحي والغذائي في مصر. تفتح كلية علوم التغذية بجامعة حلوان أبوابها للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامجها المتخصصة، حيث ترحب الكلية بخريجي الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضة، ويتم قبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق، ويتم قبول شهادات المعادلة للوافدين حسب القوانين المنظمة لذلك.
والطلاب الراغبين الالتحاق بشعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية أن يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية. تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية بتخصص علوم الأغذية، ودرجة البكالوريوس في علوم التغذية بتخصص تغذية المجتمع. وتعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويتم اختيار تخصص التغذية العلاجية من الفرقة الأولى، بينما يتم اختيار التخصصات الأخرى من الفرقة الثانية وفقا للائحة الداخلية للكلية، كما يقدم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات جامعة حلوان، كلية علوم التغذية السيد قنديل، الجامعات المصرية أول كلية من نوعها، المجلس الأعلى للجامعات، أحدث التخصصات مواكبة متطلبات العصر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لعمل برايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.